احد مصادر الاستثمار. يعني انت بالنسبه لك انت وانت بتشتري اوراق ماليه وانت بتشتري اسهم زي ما بتحط فلوسك في بنك او في او 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 او، فمهم جدا مفهوم ان انت ان البورصه تبقى احد اهم مصادر الاستثمار الامنه. الثقافه دي لازم نرسخها. انا بعتذر، انا بشوف برامج اقتصاديه كتير جدا وبشوف برامج كتيره جدا، مفيش برنامج في مصر يرسخ ثقافه البورصه يبقى اسبوعي او يومي، ان شاء الله حتى يبقى 5 دقائق او 10 دقائق، لان المصريين الناس محتاجه تعرف توسع ثقافتها شويه في المساله. من الناس اللي انا قابلتهم الحقيقه في حياتي وانا خبرتي اللي مؤمنين قوي، حابب الحكايه، يعني مش قضيه انه عنده شركه او وظيفه او كده، انما الراجل ده حابب الحكايه، تلاقيه قاعد بيكلمك عن البورصه وعن النهارده حصل ايه وايه، بيقولها لك بشكل بسيط كده وكانه بيكلمك عن قصه حب رغم ان هي ارقام ملعبكه وكده. يعني رجل الاعمال ورئيس مجلس اداره شركه شروط الاوراق الماليه الاقتصادي الخبير البارد الاستاذ محمد ملك، شرفتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. شرف ليا يا استاذ والله، شرف ليا. ربنا يخليك. الله يخليك. دلوقتي ثقافه ان الناس العاديه تبقى هي البورصه دي للناس اللي معاها ملايين ومئات الالوف، ولا ممكن الناس العاديه الطبقه المتوسطه تبقى كاحد مصادر الاستثمار ليها في ال... والله يا استاذ انا بالنسبه لي كنت اتكلمت مع حضرتك في حلقتين، حلقه منهم كانت في شهر 4 وكان معايا حتى النائب محمد اسماعيل، في وقت كان الناس متشائمه من اول ازمه كورونا وكان الاقتصاد واقف. قلت لك احنا تقريبا سعرنا الاسعار. يعني ايه سعرنا الاسعار؟ ان احنا اللوهات او الحد الادنى للاسعار الاسهم كنا موجودين عليها اوريدي، احتسبنا السيناريو اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو المصانع بتعمل بنص طاقتها، المحلات، البنوك، كل المؤسسات الماليه بتعمل بنص طاقتها. هل الوضع ده في العالم كله؟ اه في العالم كله. هل الناس اللي سبقونا في الازمه دي عدوا المرحله دي؟ تقريبا بنسبه كبيره جدا جدا. ممكن يعني نلقي نظره بسيطه جدا على الشركات اللي هي الريدر او اللي هي بتقود الاسواق العالميه، زي ما قلت لحضرتك دايما بضرب امثله بابل، بامازون، بتسلا، هتلاقيها بتنفذ على الهيئات التاريخيه بتاعتها. بتعمل ايه؟ بتنفذ على الهيئات التاريخيه. يعني السعر بتاعه امازون في عز الازمه كانت 1400، النهارده ب 2700 دولار. تسلا من 200 دولار ل 1000 دولار. انا طبعا مش بروج يعني للاسواق العالميه يا عم، روج. لا يعني هم طبعا بعض المسؤولين طبعا ناس كلهم افاضل، والمسؤولين على الرقابه الماليه ناس كلهم افاضل ومحترمين، بس هو في اختلافات في وجهات النظر شويه بحكم ان انا بعشق حاجه اسمها الانترناشونال ماركت او الاسواق الخارجيه، بحكم يا سيد اللي هي راس مال الشركات دي يتعدى تريليون، يعني قد الناتج القومي لدول الخليج مثلا. يعني عارف شركه زي ابل او تسلا او امازون، لو انت حسبت الناتج القومي. طب هي البورصه بتاعتنا، معلش محمد بيه، البورصه بتاعتنا هل هي بورصه محليه قوي قوي ولا بتتعامل مع العالم ومع المنطقه الاقليميه؟ بص يا زي الحقيقه البورصه بتاعتنا مظلومه شويه في بعض الحاجات. احنا جينا من 2003 ل 2010 وصلنا المؤشر العام طلع من 3000 نقطه لحد 12000 نقطه، وكنا من اعلى. معلش ده بيعني ايه عشان المشاهد بس؟ لا طبعا كان التحسن الاقتصادي، كان في وفره النقد الاجنبي، وكنا مرتبطين كشركات او مؤسسات مصريه نعمل في الخارج من سنه 97 لحد 2014 بشكل شرعي. بتعمله في الخارج؟ طبعا بنعمل، يعني انا طبعا بشكل شرعي نعمل في الخارج، وكنا استثماراتنا دي بدايه. طب ودلوقتي؟ ما هو احنا دلوقتي ممنوع كشركات مصريه تتواجد في الخارج. انت حضرتك ثانيه واحده يا فندم، اتفضل يا فندم. كنت من 97 بتشتغل عادي؟ طبعا طبعا طبعا. دلوقتي اتمنع؟ ما هو اتمنع طبعا. مين اللي منعه؟ هو ابتدت في مين اللي منعه بس الاول؟ الدكتور هشام منديل يعني بتاع الاخوان؟ اه اللي كان موجود في وقت ال لا يعني يعني اللي الاخوان عملوه مستمر لحد اللحظه دي؟ ما هو للاسف يا سيد احنا النهارده يعني بقول لك تاريخ حصل، والدكتور محمد عمران طبعا بيحاول يتلاشى او الحاجات دي اللي هو القرارات اللي اتاخدت زمان بيحاول يتلاشاها، لازم يبقى في نظره ابعد واشمل شويه. الموضوع احنا كافراد بنشتغل عادي جدا، بنفتح حسابات شخصيه، حساباتنا بره عادي، لكن احنا بنفقد مليارات تيجي للبلد. هتقول لي هتيجي ازاي للبلد؟ ان احنا النهارده كوجودي مؤسسه مصريه تعمل في الخارج، فبتساعد ان انا اقدر اخاطب مؤسسات عالميه واخاطب مستثمرين كبار يقدروا يجوا بشكل رسمي. فالنهارده عدم وجود شركاتنا سواء شركتي او شركه اي حد بره، فدي بنبقى منفصلين او منعزلين. هل ده يتوائم مع السياسه العامه للدوله؟ خالص. احنا النهارده لولا الظرف بتاع كورونا كانت مصر طالعه بسرعه الصاروخ. مصر كانت طالعه ترتيب رقم 6 على العالم من الاقتصادات الواعده. وان شاء الله ده يعني انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده وقلت لك طلال ابو غزاله ده من اكبر. طيب هو الامر كذلك بتقول لي الدكتور محمد عمران بيحاول. ايوه بس المساله مش مساله البورصه ولا الدكتور محمد عمران، المساله مساله ان رؤيه مصر. انا
احيانا ما اعرفش يعني لا ياتي من الاخوان اي خير يعني. لما الدكتور هشام قنديل والمجموعه بتاعتهم دي وهم اللي عاملين القرار ده علشان يحجم مصر وتبقى عضو في المجتمع الدولي، لان الاقتصاد المصري يعني اي اقتصاد في العالم دلوقتي مش حاجه منغلقه يعني، طبعا ده مرتبطه بكل حاجه حاصله في العالم. هو لازم انا غير مصدق الان. انا اطالب اللجنه الاقتصاديه بالبرلمان وان المجموعه الاقتصاديه في الحكومه المصريه لازم تدرس المساله دي، والبنك المركزي، ان يعني انت كل حاجه بتتعامل بيها من الخارج، بتصدر بالدولار وبتشتغل مش عارف وبتعمل قروض وبتعمل وبتعمل وبتعمل، والبورصه بتاعتك بتاثر بكل شيء، وبعدين تيجي لما تبقى البورصه او شركات بتتعامل بره بحيث تجيب لك استثمارات، تجيب لك مليارات، تجيب لك ملايين عشان تمول المشروعات بتاعتك الاستثماريه، تقول لا طب الاخوان كانوا عاملين ده. يعني انا عارف ان في بعض القرارات المهمه جدا الاخوان عملوها ما زالت موجوده، وانا اظن ان اللي انت بتسيره انت متبني المساله دي، اتكلمت فيه اكتر مره، وانا اظن انه وصل الى جهات كثيره في الدوله المصريه. والله يا سيد انا بتكلم طبعا، انا الظرف الراهن احنا فيه ظرف حساس جدا، عندنا قضايا بالغه الحساسيه. رئيس السيسي انا مش بكلمك برضو يعني، انا راجل بقول شهادة حق، انا مش مستني يعني حاجه من حد خالص، انا برصد وبقيم وضع راجل يعني يحمل على عاتقه حاجات جسام. انت عندك النهارده شوف بيتكلم على مشكله ليبيا، عندنا موضوع سد النهضه، في ازمه كورونا، طبعا احنا يعني في قضايا اولويات. فطبعا انا ما بقدرش ان انا الح في طلبي مع كبار المسؤولين عشان في اولويات. انا كمحمد الموضوع يعني ما فيش اي مصلحه شخصيه، انا بتكلم صالح دوله، احنا نبقى منفتحين على العالم. بص على السعوديه، عندهم صندوق استثمار استثمروا وعملوا صندوق، ده موضوع منشر وبعته رسالتك سيادي في تسلا، كسبوا حوالي بتكلم في حوالي 2 مليار دولار، وهم بسم الله ما شاء الله مش محتاجين. ولو القرار كان اتاخد زي ما انا كنت بنصح دايما كبار المؤسسات الماليه، يا جماعه شركه زي تسلا لازم برضو اخش في تفاصيل فنيه مش هتهم ناس كتيره، بس هتهم الشباب اللي هو بيحب يفهم ويعرف ايه الموضوع. فيها شركه بتنتج عربيه بالكهرباء، العربيه بالكهرباء دي حجم مبيعاتها دي هتبقى المستقبل في العالم فيما بعد. الله ينور عليك. انت بعد كده تبقى رئيس البنك الدولي بقى. مش اعلامي. النهارده حجم المبيعات 4 تريليون او 5 تريليون دولار في 2024، فده بينعكس لو قلنا حتى 20% ده الحاجه الطبيعيه لاي شركه سيارات، يبقى انت بتتكلم في حوالي تريليون دولار داخل ميزانيه شركه. التريليون ده بتوزع عليا وعليك وعلى، ودي اسهمها طبعا يا فندم. انا حاجات دي اي حد عنده فكره او اي حد بيفكر صح عارف ان دي طالعه ودي للمستقبل، فاكيد هيشتغل على فكره. انا كان في احدى يعني نما الى علمي يعني ان السيد طبعا بعض الافاضل المصريين في القبه الماليه يعني بينتقدوني، لان انا دايما بروج للشركات العالميه وبتكلم عن الاسهم الامريكيه. طبعا انا مش بحدد حاجه بعينها ولا ليا مصلحه، انا دوري يا سيد دوري توعوي، انا والشركه بتاعتي دي تعقني ان انا افهم الناس وافهم كل واحد بيجري في حتته بيتعب باخلاص، انا ده دوري. لو الشركه بتاعتي اللي هنا في مصر هتعقني يعني ما فيش استاذ محمد عايز اقول لك ما تلزمنيش يعني، مش ما حدش عايز يعني اقول لك على حاجه بس. اتفضل يا استاذ. اتفضل. لكل المسؤولين المصريين ولكل الناس فضل. احنا في مصر بلد محترمه وبلد جميله وعندنا امكانيات، عندنا مشكله اسمها مشكلة ان احنا نسوق نفسنا، هاو تو ماركت اور، يعني ازاي انا عايز اقول تسويق بالقاف، يعني ازاي ان احنا نبيع نفسنا، ازاي ان عايز المسألة تبقى مفهومة صح، ان احنا نعمل تسويق لينا. الدولة المصرية اللي عندها كل الامكانيات دي كلها، عندها ما حصلتش في الدنيا في السياحة الشاطئية وفي كل وفي الآثار وفي كل حاجة، مش عارفين نعمل الماركتنج، مش عارفين نسوق نفسنا. أنا سيد عشان أنا وبالتالي ان يأتي واحد أيا كان بقى في الإعلام في البورصة في أي شيء ويبقى مقتنع بالحاجه ويعمل لها تسويق، دي فريضه غائبه احنا غايبه عننا. فاحنا نشجع اي حد يعمل تسويق لمصر مش ينتقد يعني. انا يعني عاجز عن الشكر طبعا انت بتعبر، انا عايز اقوله، عايز اقول بس المره المليون انا بقول لشهاده ربنا الناس القائمين على سوق المال، دكتور محمد عمران المستشار خالد، ناس قمه الاحترام وناس يعني قمه النزاهه، ناس ايديهم بيضاء جدا. وطبعا في شاب جميل جدا في الهيئه استاذ دكتور مجدي نبيل، ده راجل شاب جميل ومتفتح متفاهم كل اللي احنا بنقوله وراجل يعني فير جدا. لكن انا دايما يعني بحس بهمهمات يعني همس كده. هو الراجل ده هو ليه دايما مشاغب؟ انا دايما يعني هو هم بيحسوا كده يعني. انا نما علمي هم زعيم الحاجه من 10 سنين او والله العظيم حتى ولادي مش فاكر انا قلتها اصلا، بنتخص برضه بالتطوير سوق المال. بص يا سيد انا بدافع عن قضيه، ايه هي القضيه؟ احنا معدل النمو بتاعنا كان وصل ل 6% في 2008. حجم الاحتياطي النقدي كان 37 مليار دولار في 2008. هتقول لي ليه؟ كان في انفتاح، فانا النهارده عايز اخش استثمر في ابل، في امازون، في تسلا، مايكروسوفت، اي بي ام، بخش اجنبي عادي يشتري بقى في عندك. هي الاسماء اللي انت عم بتقولها دي بتعمل لهم مشكله ولا حاجه؟ انا مش احنا اساسا بنتنافس معاها ولا حاجه؟ بس اقول لك بصراحه النهارده مثلا انا يعني حاجتي
يعني مع استثماراتي مثلا في امازون كان المهندس نجيب ساويرس حتى في بعض اللقاءات زمان يعني كان بيبقى معطي ايه يعني، كنت بنطلع بقول مثلا في حاجه اسمها امازون ب 70 دولار نعمل صندوق سيادي، عرضته قبل كده على كبار المسؤولين كانوا ماسكين يعني رئاسه الوزراء ان هم يعملوا صندوق سيادي للبلد وكده، فكان هو بيسخر يعني ايه سهم 70 دولار نحط فيه مليارات وبتاع. النهارده لو كان هم اقتنعوا بكلامي ده ابو 70 دولار ده النهارده 2600، كان مصر دخلها 200 مليار دولار يا سيد. ابو 70 دولار بقى 2600. لا 2700 يمكن حضرتك استاذنك اقوله لك انا كده. لا انا يعني بقول لك واقع، وانا حزين، انا واحد من الناس فضل الله ربنا كرمني بالحاجات دي، في نوع من الايه الغضاضه ان انا بعبر بالكلام ده، عايز اوصل رسالتي للناس. ما اعرفش انت عندك واحد محترم قوي اسمه مهندس محمد، دكتور محمد ماهر طبعا رئيس الجمعيه المصريه للاولياء الماليه، هو عضو في اللجنه الاستشاريه. حاولنا نتصل بيه على فكره. هو راجل طبعا يعني قمه الاحترام وراجل متبني القضيه دي معانا بالظبط. انا عايز بس الفكر بتاع الناس يتغير شويه، والله لو في اعتراض ده يا سيد عمر 2675 كان ب 70 دولار، ايه المشكله زي ما الصندوق السعودي بيعمل صندوق سيادي، مصر بتعمل صندوق سيادي، وانا بقول لك كده الكلام ده ليه يا سيد صراحه يعني. يا عم طب سيبك من ده كمان. انت افتح الباب للشركات المصريه. ما هو ده اللي هيحصل. بشكل شرعي يا عم، ما بقولكش انت ادخل، بس انت عندك صناديق كتيره جدا جدا. مظبوط. جزء من جزء منه في الحتت الامنه، يعني انا يعني انا عايز اقول لحضراتكم اللي بيتقال ده هيحصل هيحصل وجاي جاي، وانت حضرتك كل ما بتتاخر تبقى انت اللي خسران. يعني انا ازعم ان انا مش بفهم كويس عشان ما يعني خبرتي في الاقتصاد مش قوي، بس انا شايف في المستقبل لما يكلمني عن شركه اللي هي بتنتج السيارات اللي بالكهرباء العالم كله رايح ليها، يبقى اذا دي عندها مستقبل واشياء كثيره جدا جدا. بص يا سيد، هو الاعتراض منهم بيقول لك ده تشجيعا ان هم يتركوا البورصه المصريه، مفيش كده خالص. ممكن يا فندم ننساهم لو سمحت. لا الاعتراض يعني بتبنى وجهه نظر اخرين برضه يا سيد. الاعتراض بيقول لك ده تشجيعا المستثمرين هيتركوا البورصه المصرية. طب ما احنا النهارده طلعنا من 2000 نقطه في 2001 وصلنا ل 12000 نقطه في 2008 وكنا بنتداول بره برضه. السوق يا سيد بيفرض نفسه، البضاعه كويسه بتفرض. هو انا كل مشكلتي ايه يا فندم؟ مش انا بحاول اعمل اجذب باي طريقه استثمارات مزبوط خارجيه مزبوط لدفع الاستثمار للاقتصاد المصري؟ طبيعي طبيعي. هي البورصه دي لما انت تعمل ده ده الف ب طبيعي طبيعي. طبعا كلامك مزبوط 100%. انا عايز اقول لك بس يا سيد برضه الدور الاعلامي والدور يعني التوعوي ده مهم جدا. يعني النهارده كان طلع يعني ما اعرفش حضرتك انت اركيت الضوء على اسمح لي بس دقيقتين هنخرج شويه من بره القصه دي. كان طلع الدكتور المستشار احمد مكي، حضرتك شفته كان بيتكلم حضرتك علقت على الموضوع ده ولا ما شفتوش؟ أنا مش عايز أعلق لأن الحقيقة الناس بيقولوا بيدعوا البطولات الحقيقة في الوقت الغلط، وأنت كنت موجود معاهم وكنت مشارك معاهم. أحمد مكي في كل الجرائم اللي عملوها الإخوان، والنهارده جاي طالع عامل لي إن الراجل ده بطل ومش بطل، هذا كلام لا 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 التقليل لا يستحق. حضرتك مش أنا ما وردش على كده خالص، أنا بتكلم فيها يا أستاذ برضه. الإعلام لقيته هم تبنوا برضه لازم نخاطب العقل الاخر يا مش عايزين نتبنى وجهه نظر واحده. طلعوا اصبر عليه دقيقتين عشان ده موضوع جوهري جدا. طلعوا هجموا احمد مكي وكذا وكذا وكذا. في رد كان افحم من كده خالص. رد هو بيقول لك كان المرحوم يعني محمد مرسي افرج عن اسلام عفيفي وافرج عن صحفيين، وده احنا ما حدش انكر اللي هو راجل افرج وما حدش انكر هو كان راجل عايش، قال لك عايش في شقه والحته دي ما حدش بيطعن في القصه دي خالص. وهو ذهب الى رب يعني وربنا يرحمه. القصه بقى فيها يا سيد ان الراجل لازم كان يرد يبقى في حاجه واحده، ان كان في وقت حب الكرسي او التمسك كان لازم رئيس الدوله اللي هو موجود حاليا اتدخل في وضع حساس جدا عشان يلملم شتات الوطن. الوطن كان مبعصر يا سيد، كنا نقعد 7-8 سنين زي فعلا سوريا والعراق والقصه دي. ليه خد القرار ده؟ لاسباب كتيره جدا جدا جدا، وهو اكتر واحد كان حريص. ويسال لو انت بتشوف عمرو دراج اللي هو بيتكلم على يقول لك اكتر واحد حريص على اللي هو يلم الناس كان الرئيس السيسي. عارف ليه؟ عشان هو الراجل عنده حكمه زي ما بيتعامل في موضوع ليبيا، التدخل في وقت حساس. الراجل بيقول لك النهارده واقف يتابع الموقف. لازم احنا نبص يا سيد بردودنا، يعني انا ادفع بشباب وعشرات الالاف في اعتصام عشان احارب. انا اقول لك لو صدام حسين واقف ضد الامريكان كلنا قلنا له شابوه، ده النهارده انت بتقف ضد شعب جيشك ضد عشان كرسي. والنهارده مبارك طلع 11 يوم الناس مشت وسابوا البتاع ده، قعدوا 40 يوم. طب 40 يعني ما فيش كده في الدنيا. كان لازم يا سيدي يبقى الموضوع مش مجرد احنا بنهاجم وننتقد، لا لازم نقول بحق ربنا هي الجريمه فين؟ الجريمه ان انت دفعت لمئات الالاف من يعني شعبك. يعني انت رشحت وعايز تحكم وانت ما عندكش فكره جدي وانت ما عندكش اي يا سيدي يعني. انا بقول لك انا بس عشان بس يا سيدي انا هابي ربنا ولا رئيس سيسي ينفعني ولا محمد مرسي ينفعني، هابي ربنا فيها يا سيدي. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس بقول لك في جزئيه مهمه جدا. النهارده يا سيد يعني معلش في الكلمه، لما بتدفع بملايين
ينزلوا. اوعى تقول لي ده فوتوشوب، عشرات الملايين نازلين يقول لك في حاجه مش لازم. احنا النهارده بقى يبقى في تناغم 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 بين القياده السياسيه عملته عشان وهي تصدرت المشهد عشان تلم الوطن. لازم كل المسؤولين بقى يا سيد يبقى على نفس التضحيه. الراجل ده شال روحه على كتفه، شوف في سينا قضى على انصار بيت المقدس، شوف النهارده في ليبيا احنا النهارده واقفين في حته حساسه جدا. هو انت شوف انت يا استاذ محمد فضل لما تاتي تتكلم حضرتك سيرت وصلك عايز اقول القياده القياده الرشيده المحترمه للسيسي، واحنا 30 يونيو جاي وهيبقى في احتفالات وفي كلام اللي انت بتقوله ده ان شاء الله هنقوله، لما تيجي تتكلم عليه يقول لك ده بينافق، بينما هم قاعدين بيطبلوا بيعملوا اشياء غريبه جدا جدا. انا معاك ان الحقيقه يعني الاعلام المصري او الاعلام الاخواني الحقيقه هم ما عندهمش اي بضاعه تانية غير ان هم يكذبوا. لا 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 ما بتكلمش، انا مش بتكلم على الاعلام الاخواني بس، انا بقول لك الاعلام المصري كل اللي عملوه طلعوا يهاجموا عاملين، كنا عايزين نفند بقى البطولات. ده جاي في 30 يوم، ده جاي في 30 يوم عشان نملي الوطن. انا والنبي مش عايز اجي على الاعلام، كفايه للاعلام فيه. بس انا برضو كل التقدير والتحيه للاعلام المصري، ان حتى بعض الزملاء بيطلعوا يردوا على تلك الناس الكذابين الافاقين، سواء يعني لازم يردوا عليهم بايا كان الرد. خلينا ارجع للبورصه تاني. اتفضل. لا على فكره كنت اخيرا اقصد عايز اقول لك التناغم القياده السياسيه اللي بتقوم بيها معانا، لازم كل واحد في حتته يعمل اللي عليه كلمه الاخلاص. على فكره الرئيس السيسي بينظروا له بره اللي هو راجل فايتر في اللي هو النهارده كان راجل وزير دفاع والحاجه جميله، هو تصدر المشهد عشان ينقذ مصر من الانقسام اللي كان موجود، وكان كل الناس بتفهم. اصل ده بقى معلوم يا استاذ محمد، طبعا طبعا معلوم للناس كلها طبعًا خلاص طبعًا. وحتى هم نفسهم يعني هم نفسهم خلاص يعني تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى، وكل مناسبه يطلعوا يعملوا لنا شويه. فدول احنا يا سيدك الاقتصاديين بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين ناخد بيد البلد. لما نيجي احنا واحد هو راجل جينيوس في حته او راجل يعني مؤسسات الماليه العالميه كلها بتلجا له، سواء محمد عريوان سواء عبد الله، الناس النهارده لنا وجه. يجي بعض الناس المسؤولين الروتينيين يسخروا منها، لا 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 اجل ده شويه اجل دي شويه، الكلام ده يعني لحد امتى؟ لازم نواجه المشكله لحد امتى؟ ده انا قاعدك ان ده قريب يا رب يا رب. يعني انا قاعدك ان الملف اللي انت بتتكلم فيه مهم جدا، وانا معلوماتي وانا بقول على اهو انه واصله لكل المسؤولين في الدوله المصريه وفي خطواتين. طيب يا رب يكون زعيم مننا بغض النظر ما فيش حد زعلان من حد. انت بتقدم فكره نتفق نختلف حواليها، ده طبيعه الامور ان احنا نتفق ونختلف. انما مش طبيعه الامور ان احنا نخون بعض ولا نقعد نسخر من بعض يعني. لا طبعا طبعا فده طبيعي. انا بس اخيرا يا فندم في دقيقه واحده من فضلك لان الوقت خلص. اتفضل. البورصة المصرية ممكن تبقى بالنسبة للطبقة المتوسطة وللناس العادية أحد مصادر الاستثمار الآمنة؟ طبعا الفترة اللي فاتت دي من شهر 3 النهاردة في ارتفاعات في أسهم عاملة 300% و400% وبالذات أسهم الأفراد اللي هي عاملة بومين جامد جدا جدا، عشان الناس عارفة قطاع السياحة هيرجع، قطاع الطيران هيرجع، المصانع الحديدية هترجع تشتغل بكامل طاقتها، فكله بيلحق يجري يشتري عشان هو كان الدنيا نزلت جامد جدا، كانت أسهم ببلاش كانت يعني. مرة تانية تنصح الناس الطبقة المتوسطة أن البورصة المصرية طبعا هي أحد وسائل الاستثمار الآمنة واللي ممكن تحقق لك مش 15%. طبعا ما ينفعش يبقى كل فلوسنا في بنك او كل لازم يبقى في جزء منها استثمار، وده دي طبيعه او سمه موجوده في كل الدول المتحضره، لازم احنا نساهم في اقتصاد بلدنا، لازم نعدي الكوه دي وان شاء الله باذن الله الدنيا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الدنيا هترجع تفتح وتشتغل، وده الواقع. ده زي اي حاجه في الدنيا شفناها، فيروس بياخد مدته يعني ربنا يرحم اللي توفاهم بيه ويرفع هذا البلد ان شاء الله والدنيا تمشي تاني، يبقى لنا دور فعلا يعني اقوى. البورصه متوقع ليها انها تعمل برضه بوم كده باذن الله الايام الجايه، انا متاكد من كده هنشوف ان الايام الجايه 2020 دي هتبقى يعني نهايه سعيده جدا جدا على كل المصريين في البورصه. ده شهاده وسجلها عندك. طيب هنجيب الكلام ده ان شاء الله لو عندنا عمر. كلمة أخيرة في دقيقة واحدة يا فندم. أنا بشكرك جدا، أنت من الناس المهنيين فعلا، أنا مستمتع بالكلام معاهم وأنت بتبنى قضايا قومية، أنت ليس لك صالح وطالع بأن أنا يعني نطلع على الأسواق العالمية ولا هنا، بس أنت بتتكلم بمصلحة البلد وربنا يقدرنا ونبقى رسالتنا وصلت يعني. يا رب. أتمنى يا جماعة إن كل الأفكار الجديدة أصحاب أي فكر جديد بيواجهوا كده، نتمنى كمان إن إحنا يبقى عندنا قدر من الرفق، حتى لو واحد فينا بيجتهد وعنده فكرة وهو قاصد ان هو يساعد البلد او يساعد نفسه، تعالوا نتعامل معاه على انه مجتهد، وللمجتهد اذا اصاب اجران واذا اخطا اجر. تعالوا نتعامل مع بعضنا بلا تقويل ولكن بفضيله ان احنا مجتهدين، اذا اصبنا لنا اجران وان لم نصب فلنا اجر معه. السلام عليكم.